بمساحة إجمالية تقدر ب 36 دونم مكونة من 22 عمارة بواقع 1400 شقة سكنية. تم وضع حجر الأساس لمدينة الجوهرة لإسكان موظفي معمل الغزل والنسيج والألبسة الجاهزة بحضور رئيس هيئة الاستثمار ووزير الصناعة في منطقة المنصور بالموصل. لنا الفخر أن نكون السباقين في هذا المجال من خلال الشركة المستثمرة التي استثمرت قطعة من أرض تابعة لوزارة الصناعة والمعادن من أجل إقامة مشروع كبير وهو مشروع الجوهرة. مشروع يتكون من 22 بناية مع كل منافعها من مناطق خضراء، من مول، من خدمات أخرى، وأيضا بحدود 1400 شقة سكنية. طبعا هو إنجاز، يعني أولا يعني إحنا الشكر يعود إلى وزارة الصناعة وهيئة استثمار نينوى، هم صحيح يعني اللي خلف هالموضوع. الموضوع متكون من 22 عمارة و1400 وحدة، كلها ستخصص إلى وزارة الصناعة، شركة النسيج وموظفين آخرين من وزارة الصناعة. طبعا هو يعني المشروع يضاهي المشاريع اللي نشوفها بدول العالم من حيث المرافق التجارية والمرافق الخدمية ونوعية البناء. يذكر أن آخر مجمع سكني حكومي تم إنشاؤه كان في العام 1952 أبان تأسيس معمل الغزل والنسيج. آخر مجمع سكني تم إنشاؤه هو عام 1952، أي أبان تأسيس معمل الغزل والنسيج في الموصل، وهذه المساكن أصبحت غير صالحة للسكن بسبب التقادم وكذلك بسبب تعرضها إلى التدمير والضرر أثناء سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل. فكانت فكرة ولادة هذا المشروع السكني أو هذا المجمع السكني الخاص بإسكان منتسبي المصنع ليوفر سكن ملائم لمنتسبي المصنع. نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء للموصل أتت أكلها من خلال تحريك عجلة الاستثمار وتوفير السكن للمواطنين، بغية القضاء على أزمة السكن ودعم حركة الإعمار والبناء. من مدينة الموصل، خالد جبوري، العراقية الإخبارية.